المسلحة لا سيما جبهة النصرة الإرهابية. يمكن القول بأن الجيش العربي السوري وجه ضربة قاسمة باتجاه هذه المجموعات الإرهابية المسلحة. في غضون أسبوعين فقط الجيش العربي السوري يعيد الأمن والأمان لعشرات الأحياء الواقعة شرق مدينة حلب وجنوب شرق مدينة حلب، إضافة أيضا إلى المدينة القديمة. هذا كله في عدة أيام انتصر خلاله الجيش العربي السوري. يعني أنا أريد أن أعطي الجو العام هنا في شوارع وأحياء مدينة حلب، على الرغم من الصعوبة في الحركة إلا أننا نريد اليوم أن نرصد هذه الأفراح وأن نرصد هذه الأفراح الكبيرة لأبناء مدينة حلب، مدينة قدمت. لا أدري أنس تسمعني؟ نعم رنا. أنس نعم، يعني نتابع هذه الصور التي تأتينا الآن من مدينة حلب. كما قلت الناس خرجوا تحت الأمطار الغزيرة التي طبعا اليوم تهطل في مدينة حلب، أمطار الخير. هؤلاء الناس الذين تحدوا حقيقة وابل الرصاص وأمطار القذائف، قذائف الحقد على مدى 6 سنوات من الحصار من المجموعات الإرهابية المسلحة، اليوم يخرجون تحت أمطار الخير ليحتفلوا بالنصر. نسمع إطلاق نار من طبعا حولك أنس، هو رصاص الفرح بالانتصار أم ماذا؟ بالتأكيد، ولا نتمنى ذلك، بل يعني لكن هو فعليا رصاص الفرح. المدينة التي يعني قدمت 10,000 شهيد وأكثر من 100,000 جريح ونتيجة القذائف الإرهابية، المدينة التي دمرت أحياؤها نتيجة الإرهاب، المدينة التي سرقت معاملها ومصانعها، يحق لها اليوم أن تفرح بهذه الطريقة، بالطريقة يعني التي نشاهدها دون إطلاق للرصاص، يعني فعليا دون إطلاق للرصاص. لكن يحق لأبناء مدينة حلب صغارا وكبارا، نساء وأطفالا وشيوخا، يحق لهم أن يفرحوا على الرغم من هذه الأمطار، وهي أمطار الخير التي تشهدها سماء مدينة حلب ويشهدها وتشهدها الأرض الحلبية، أرض النصر التي كما ذكرت لك هي بدماء شهدائنا الأبرار، ببطولات الجيش العربي السوري. هذا كله أدى لخروج هؤلاء المدنيين. يمكن القول أن كل أحياء حلب في هذه الأثناء تعيش هذا الفرح، ليس فقط هذه المناطق التي نقف فيها، المشارقة كما يعني ذكر لي زميلي وليد هناي، هنالك مسيرات عارمة تشهدها شوارع حلب، هنالك خروج تلقائي، يعني لم يكن هنالك دعوة بطبيعة الحال لخروج هؤلاء المدنيين، لكن خرجوا لينتصروا لحلب كما انتصر لها الجيش العربي السوري، الجيش الذي سيطر اليوم على الشيخ سعيد امتدادا إلى كرم الدعدع، جسر الحج، وصولا أيضا إلى أحياء في المدينة القديمة، وصولا أيضا إلى الأخبار التي ننتظر بطبيعة الحال أن تخرج المصادر الرسمية العسكرية لتعلن هذا الأمر رسميا، وتعلن يعني كما ذكرت لك تعلن هذا الخبر رسميا وعسكريا. كما رنا يعني أن هنالك صعوبة بطبيعة الحال بالحديث، وهنالك صعوبة بنقل الصورة، لكن يعني هذا متاح لأبناء مدينة حلب، ويحق لهم بطبيعة الحال أن يفعلوا ما شاءوا تعبيرا عن فرحهم وانتصارهم بهذه يعني كما ذكرت لك بهذا التقدم الذي يحرزه الجيش العربي السوري. نعم أنس، يعني لو رنا. نعم أنس، نحن معك بالصوت والصورة، نتابع هذه المشاهد التي تأتينا من مدينة حلب مباشرة. لا يوجد أصدق من هذه الصور، من هذا التعبير عن الفرح. سماء حلب اليوم كما ذكرت لك تنعم المدينة بهذه الأمطار، والجيش العربي السوري يسطر أروع ملاحم البطولات والانتصارات، الجيش الذي يلقن ببطولاته كل جيوش العالم، الجيش الذي وقف ضد
الدول الداعمة للمجموعات الإرهابية المسلحة. يعني زميلي وليد هنا يريد أن يشاركني بهذه الفرحة وهذا الانتصار، كما كل الزملاء الذين قدموا من دمشق من الأخبارية السورية من الفضائية السورية بطبيعة الحال ليشاركوا في هذا النصر ويعلنوا نصر مدينة حلب. سأعطي الميكروفون للزميل وليد هناي. نعم أنس، يعني مبروك لك وكل أهالي حلب، ومبروك لسوريا العظيمة، سوريا الحبيبة، صراحة مبروك لكل من يشاركنا هذه اللحظات. تحية لكل عناصر الجيش العربي السوري، وتحية لكل مواطن، تحية لكل مواطن في محافظة حلب، محافظة حلبية. سيدة المايك لكم. يوم نصر، اليوم يومنا، والنصر لنا، وغصب عنهم، غصب عن الكبير والصغير، نصر لحلب، ونحن اهل حلب، وهي حلب لنا، ما يقلون هي لنا، وغصب عنهم. الله يحميكم. نعم يعني نتابع. نعم هي سوريا الاسد، والله بحيي النمر، كل شيء قاتل مع النمر. حييك الله، بحييك على افراح العارمه في مدينه حلب. نحن اهل حلب، وهي حلب لنا، ومع افراح النصر، افراح النصر، وعلم الجمهوريه العربيه السوريه هو يرفرف، والعيون الخضر بكامل اراضي محافظة حلب اليوم، وفلول المجموعات الإرهابية المسلحة. دموع الفرح نشاهدها على جميع عيون المواطنين، صغارا وكبارا، نساء وشيوخا، وكل من يتابع هذا اليوم العظيم. صراحة نحن نتابع أفراح عارمة، أفراح لمدينة صبرت على هذه الفرحة لمدة 5 أعوام. اليوم الجيش العربي السوري استبسل. أنا بحيي الجيش العربي السوري، أنا أخو الشهيد محمد أصيف، وبحيي سيادة الرئيس، ومبروك لسوريا ولسيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد. نحن اللي صمدنا بحلب الشهباء، قلعة الصمود والتحدي. يا رب نحن نترك المايك لغيرك. شكرا. تفضل.